بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نظم متن قصب السكر في نظم نخبة الفكر. تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي. قال الناظم: هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة. نعم، هذا بعدما تكلمنا عن الحديث المشهور، فهذا من أفراد أيضا الحديث، وهو الحديث الغريب. إيه معنى الحديث الغريب؟ الحديث الغريب أيها الكرام الفضلاء هو الذي ينفرد فيه راوي واحد في جميع السند، هذا يسمى الحديث إيش؟ الحديث الغريب، أو يسمونه الحديث الفرد، فإن أهل اللغة لا يفرقون بين كلمة الغريب وكلمة إيش؟ وكلمة الفرد. وأيضا يقولون في الحديث الغريب أيضا هو الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يتابعه عليه راو آخر، وهذه كلها ذكرها ابن الصلاح في مقدمته في النوع الحادي والثلاثين. الغرابة إما أن تكون في المتن أو تكون في السند، يعني الغريب إما أن يكون في متنه أو أن يكون في سنده. في سنده قلنا أنه يتفرد راوي في كل السند. مثال ذلك أيضا إما أن يكون الغريب غريب مطلق، أو أن يكون الغريب غريبا نسبيا. إيه معنى الغريب المطلق؟ اللي هو اللي يكون راوي في كل طبقات إيش؟ في كل طبقات السند. هنا يقول إن هذا قليل، لكن ابن حجر في نكته على مصطلح الحديث قال لا، موجود، كما في حديث بيع الهبة، وكما في حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا أيضا يدخل في باب الحديث الغريب. لما يكون عندنا الغريب في متنه أو في ألفاظه، فأهل العلم ألفوا في ذلك كتبا، أهل العلم ألفوا في ذلك كتب، منها غريب الحديث لابن الأثير، يأتي عند لفظة غريبة فيقوم بتوضيحها وببيانها. طيب، الآن عندنا مرت معنا ثلاثة، هذا النوع الثالث، مر معنا العزيز والمشهور، هؤلاء هم الذين يقابلون الحديث إيش؟ الغريب. إذن هذا ثلاثة أنواع في أنواع الأفراد: الحديث المشهور والحديث العزيز، وده معنا الآن الحديث إيش؟ الحديث والحديث الغريب. وأيضا لما جعلوه في ذلك وضحوا في هذا الحديث بهذه الأنواع التي نحن ذكرنا: إما أن يكون غريبا في سنده براو يتفرد في جميع طبقاته، وإما أن يكون غريبا في متنه. وضعت في ذلك الكتب، من كتاب غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله. طيب، وقلنا هناك من العلماء رحمة الله على الجميع، كما جاء أيضا عند بعض العلماء، أنهم يطلقون الحديث الفرد على الحديث إيش؟ الغريب، حتى يقول لك تفرد به الإمام أحمد. ومن أهل العلم من قال الحديث الغريب يختلف عن الحديث الفرد، فجعلوا لكل واحد منهم جزءا مستقلا، لكن ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال الغريب والفرد كلاهما مترادفان، الغريب والفرد كلاهما مترادفان. ثم قال: وأهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فجو عند الحديث الفرد يطلقوه على الفرد المطلق اللي هو الغريب إيش؟ المطلق. وجو عند الحديث الغريب
فيطلقونه على الفرد النسبي، ومن هنا عندنا النوعان، الغريب المطلق والغريب إيش؟ والغريب النسبي. وهذا الحديث الغريب منه ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون ماذا؟ ومنه ما يكون ضعيفا، منه ما يكون صحيحا ومنه ما يكون ضعيفا. ومن التفردات في ذلك كتفرد أبي صالح عن أبي هريرة، وتفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأيضا في رواية تفرد فيه عبد الله، تفرد فيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. الشاهد والحاصل أن هذا المقصود به هو أن يكون التفرد في جميع طبقات إيش؟ في جميع طبقات السند. طيب، ومن هنا نقول عندنا ما يكون غريب متنا وإسنادا، هذه واحدة، وعندنا ما يكون غريب في المتن وليس غريبا فين؟ في الإسناد. هذا يسمى إيش؟ المشهور، إذا اشتهر يصير غريبا مشهورا. وعندنا ما يكون غريبا في المتن ولكنه ليس غريبا فين؟ ليس غريبا في السند. ولذلك منه ما يكون غريبا في أوله مشهورا في آخره. مثال إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر عن المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. فغريب في أوله فمشهور في إيش؟ في آخره. طيب، هذا الغريب أيها الكرام الفضلاء ينقسم لقسمين، ما هما؟ الغريب المطلق والغريب النسبة. طيب، ما هو الغريب المطلق؟ الغريب المطلق هو الذي تكون الغرابة في أصل سنده، تكون الغرابة في أصل سنده برواية شخص واحد في جميع السند. يعني نقول لا يعرف إلا من رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، يبقى واحد فقط في جميع طبقات إيش؟ طب جميع طبقات السند. هذا هو الغريب المطلق. ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات. ليه؟ لأنه تفرد به من؟ مين تفرد به حديث الأعمال بالنيات؟ عمر. ولم يسمعه من عمر رضي الله عنه إلا مين؟ علقمة بن وقاص الليثي. ولم يسمع عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يسمع عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ومنه انتشر إلى 150 نفسا. فغريب في أوله مشهور في آخره. طيب، والغريب النسبي هو ما كانت الغرابة أثناء السند، لكن ممكن يجي في أحد رجال وطبقات السند يرويه أكثر من إيش؟ يرويه أكثر من راوي. مثال ذلك حديث مالك عن الزهري عن أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. هذا يعتبر من باب الغريب إيش؟ من باب الغريب النسبي. وهذا الحديث متفق عليه. طيب، نأتي الآن بالنسبة للغريب. الغريب النسبي له أنواع. النوع الأول يتفرد به ثقة برواية الحديث كقولهم لم يرويه ثقة إلا فلان. والنوع الثاني يتفرد به راو معين عن راو معين، مثل ما نقول تفرد به فلان عن فلان. النوع الثالث يتفرد به أهل بلد أو أهل جهة، مثل أن نقول هذا الحديث تفرد به أهل مكة، وهذا الحديث تفرد به أهل الشام، هذا الحديث تفرد به أهل من؟ أهل البصرة، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ولذلك أيها الكرام الفضلاء هذه هي الأنواع، نعيدها مرة ثانية. إما أن يتفرد به ثقة، وإما أن يتفرد به راوي معين عن راوي معين، وإما أن يتفرد به أهل بلد وأهل جهة معينة، وإما أن يتفرد به مع هؤلاء الناس يدخل معهم ما يسمى غرابة المتن وغرابة إيش؟ وغرابة
وغرابة السند. طيب، ما هي أشهر الكتب التي ألفت في الغريب؟ لا، غرائب الدارقطني، وكتاب الأفراد للدارقطني أيضا. الدارقطني عنده كتاب اسمه غرائب مالك، وعنده كتاب الأفراد للدارقطني، وأيضا السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. أبو داود السجستاني عنده كتاب اسمه السنن التي تفرد بها أهل بلدة، سنة معينة تفرد بها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. هذه الكتب اللي هي تكلمت عن إيش أشهر ما صنف في كتب الغريب، اللي هو غريب أو غرائب مالك للدارقطني، وكتاب الأفراد للدارقطني، وكتاب السنة التي تفرد بها أهل كل بلدة للإمام أبي داود السجستاني. وعلى كل، هذه الثلاثة أنواع الأفراد: المشهور والعزيز والغريب. نعم، ماذا قال؟ الأول الحاصل في أصل السند. هذا هو الغريب. إيش الغريب؟ المطلق، جميع طبقات السند تفرد بها راوي لا يعرف غيره. نعم، الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق، والثاني ورد. فسمه مطلق، يعني سمي الغريب إيش؟ المطلق. والثاني أيوة، فيما عداه سمه والثاني ورد، والثاني ورد فيما عداه، ما دون ذلك يسمى الغريب إيش؟ الغريب النسبي، اللي هو ممكن يكون أكثر في بعض طبقات السند، روى أكثر من إيش؟ أكثر من راوي. نعم، والثاني ورد فيما عداه سمه بالنسبي، وهو قليل ذكره في الكتب. يقصد أن الغريب المطلق قليل ذكره في الكتب، وإحنا قلنا ابن حجر قال لا، ما هو قليل كما ذكرنا في بيع الهبة، وذكرنا في حديث الإيمان 77 شعبة. نعم، المجلس القادم نبدأ في الحديث الصحيح. هذا الله أعلم. هذا الله صلى الله عليه وسلم على صحبه وسلم. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك.